السلام عليكم. عند السحر مضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسيح في دروب المدينة، يتحسس الأجواء الساكنة والبيوت التي غشيها الليل، فاسترعى سمعه صوت امرأة سكبت كل عواطفها في بيتين من الشعر قائلة: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فلولا حذار الله لا شيء مثله لزعزع من هذا السرير جوانبه. حرك هذان البيتان وجدان عمر رضي الله عنه، فاستأذن عليها وقال: ما لك؟ قالت: في أسى، أغربت زوجي منذ أشهر وقد اشتقت إليه. قال: في حزم، أردت سوءا. قالت: معاذ الله. قال: فاملكي عليك نفسك، فإنما هو البريد إليه. فبعث إليه، ثم دخل على حفصة رضي الله عنها فقال: إني سائلك عن أمر فأفرجيه عني. ثم همس: في كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ خفضت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها رأسها واستحيت، فأقبل عليها عمر رضي الله عنه ليخفف عنها وطأة الحرج قائلا: إن الله لا يستحي من الحق. أمسك الحياء لسانها، فأشارت بيديها 3 أشهر وإلا فأربعة أشهر، فكتب عمر رضي الله عنه ألا تحبس الجيوش فوق 3 أشهر.